السمك بياكل فيه ده اوف. خدت بالي من ايه؟ تلاقيها اكلت الطعم. حلاوتك يا اوفا. تعالى بقى واحنا داخلين كده العش. تعالى. ده بقى يا جماعة ايه؟ العش الذهبي. تعالى يا اوفا. احلى حاجة هنا بقى ان احنا ايه؟ نصطادوا شوية ونريحوا شوية، عشان كده الواحد مضروب بالمكان. احلى تحية لاحلى رجالة. لاحلى. عايزين نحييه. احلى تحية لاحلى اوفا. ايه يا عم السمك فين يا عم؟ ايه السمك فين؟ في السمك. الله كريم. سبحان الله شباب، والله العظيم فعلا يعني صدق الإمام علي بن أبي طالب لما قال إن الرزق نوعان، نوع تطلبه ونوع يطلبك. النوع اللي تطلبه لن يأتيك إلا بسعيك، السعي بقى أيا كان صبر جري مجهود، والنوع اللي بيطلبك هيجي لك ورغم ضعفك لو أنت إيه. فده فعلا موقف حصل معايا النهاردة. الموقف ده فعلا مؤثر فيا. يعني انا قاعد من الصلاه يا جماعه من الساعه 2 بالليل مستني ضربه، وقت ما جت كنت بنلعب. تابعوا كده اللي هيحصل ده دلوقتي. انا النهارده كنت بنصطاد بجمبري حي قدرا، يعني كده الطعم اللي معاه كان كبير، وهي السمكه كانت ايه يعني عوجه شويه، يعني بتاكل بايه بانافه كده زي ما بيقولوا. فسبحان الله قعدت صبرت كتير، وكل ما نيجي نسرح يجي لي رزقي. بس طبعا انا ما بنبقاش في انتظاره، فقدرا ايه ما كانش بيحصل نصيب. هتسمعوا صوت دلوقتي، صوت العود، وهتسمعوا الولا بيقول ايه. اللحظة اللي انا مستنيها جات، وشوفوا ايه اللي حصل معايا. هي البصة دي مالها؟ دي بتتنطط وتنس يا راجل. يا الله ايش؟ طب صور صور صور. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاعت الفلاي. خدتش بالك؟ خدت بالي من ايه؟ تلاقيها كلت الطعم. البصة اتنططت التونس. كلت؟ قالت النصيب. ما انا ماليش رزق النهارده نصطاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدين منوعات رحاله، اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم اخوكم سامح الخالق. النهارده انا في رشيد في مصب النيل، في عش بتاع جماعه اصحابي من زمان. صورت عندهم فيديوهات كتير على اليوتيوب، يا ريت تتابعونا على اليوتيوب على قناه منوعات رحاله. النهارده انا جاي قدرا يعني ما لقيتش طعم اللي هو متعودين نصطادوا بيه هنا، اللي هو الدود المشرشر. فكنت حاجز شويه جمبري، والراجل بتاع الجمبري اعطاني جمبري كبير، فمش هو بتاع الميه يعني اللي انا ايه بنزل فيها دي. انا جاي بايت من امبارح بس ما اصطادتش، يعني بصراحه ما كنتش موفق في الرزق. ايه بيصورني؟ تصور عليك. تعالى اتفضل. وسبحان الله قدرا كده كل ما ناخد غمزه نضيعها نبقى سرحان حاجه زي كده. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه نوعات رحاله. السلام عليكم.